عليكم، يا كلشي بخير، يا كلشي لاباس. كنتمنى تكونوا بخير على خير، صحتكم لاباس، عمركم كامله على خير وبخير. قولوا لي كيفاش جاني الملحف. صراحه اول مره نلبس الملحف، قولوا لي كيجاني، واش جاني زوين ولا لا. وانا فخوره انني لابسه، وتحيه كبيره للناس اللي كتشوفني الصحراويات. فيديو جديد في القناه، فيديو اللي غادي يكون وصفه صحراويه زوينه بزاف بزاف من عند صديقه ديالي اللي ساكنه في الصحراء. هي اللي عطاتني هذه الوصفه اللي غنقدمها معكم. وكما قلت لكم عند الصحراء، عند الصحراويات كيديروها بزاف التبييض ديالهم، ديال البشره ديالهم، هي اللي غنشاركها معكم اليوم. البنات كيف قلت لكم وصفه زوينه بزاف بزاف. وقبل ما غنديروا هذه الوصفه غندير مقشر اللي زوين بزاف، حتى هو كيديروه الناس ديال الصحراء. وكذلك الوصفه ديال التبييض ديال الصحراويات، كيف كنعرف الصحراويات بيضين بزاف بزاف وزوينات، وكيديروا لي ماسك بزاف والوصفات بزاف. هذاك الشيء باش غنشارك معكم هذه الوصفه. المهم صاحبتي راها معايا، كل مره غادي نجيب لكم وصفه بشكل ونقولها لكم اللي تستافدوا منها، وتكون النيت ديال الصحراويات حرات. ندوزو دابا المكونات باش نوريهم لكم ومن بعد نكمل. اول حاجه البنات غنديروها اللي هي اول طريقه، يعني اول حاجه قبل ما نديروا الوصفه الصحراويه غادي نديروا مقشر اللي غنقشروا به البشره ديالنا ونهيئوها لهذا الماسك. كذلك الصحراويات اي ماسك عندهم ضروري ما كيقشروا بهذا المقشر، كيف ما قالت لي صاحبتي عندهم هذا المقشر معتمد هو اللي كيديروه. دائما غنقول لكم شنو المكونات ديالو. مقشر معروف حتى عندنا هنا، ولكن بالاكثر كيديروه في الصحراويات. عندنا هنا معلقه ديال السنيده، سكر سنيده، وهنا عندنا معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، ديال زيت العود، وعندنا هنا نسكافي. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي على نسكافي مضره، ما مضره ما مضره، ما حتى شي حاجه. انا عقلت على راسي وانا كندير هكا مقشر، وقالت لكم صاحبتي كتحيد التجاعيد. المهم ديك الساعه واش عطينا وصفه ديال التجاعيد باش نحيدوا التجاعيد. غادي نخلط معكم المقشر ونقشر وجهي نيت. كنديروا نسكافي وكنديروا معلقه صغيره ديال السنيده، كذلك معلقه صغيره ديال الزيت. البنات ما يكونش الزيت بزاف باش ما يبقاش يطيح لكم من على وجهكم، يكون القياس هو هذا اللي عطيتكم. بعد ما البنات خلطنا هنايا المقشر كيف كتشوفوا، غادا نقشر به البشره ديالي. البشره اللي تكون عندكم نقيه يمكن نهز بحال هكا، غنقشر غير بيدي. شي 5 دقائق هكا تبقاو تقشروا هكا الوجه ديالكم مزيان مزيان، وهذيك الساعه عاد تغسلوه. انا غنبقى نقشر فيه 5 ديال الدقائق ونرجع معاكم. لما قشرنا يا البنات كيف كتشوفوا كيخلي عندكم اللمعان هنايا، وكيخلي لكم البشره رطبه رطبه بزاف والله العظيم الا زوين. شوفوا من النهار اللي بديت انا الوصفات، من النهار اللي عقلت على راسي كندير الوصفات وانا كندير هذا المقشر، زوين بزاف بزاف. حتى بالنسبه للبنات البشره اللي ناشفه، عندهم البشره ديالهم ناشفه، يديروه زوين بزاف. الزيت راه هو ما كيخليش الماسك، ما كيخليش المقشر ينشف لهم الوجه، بحال هو كيعطيهم دهون للوجه. صراحه زوين بزاف بزاف، ننصحكم انكم تجربوه، حيت ماشي مره ماشي جوج ماشي 10 دايره، بزاف ديال المرات كنديرو. غندوز الوصفه الثانيه اللي هي الوصفه ديال تبييض الوجه ديال الصحراويات. غادي تشوفوا معايا المكونات، صراحه مكونات كاملين منافع وزوينين بزاف بزاف، وموجودين عندنا في المغرب، غير حنا ما كنديروهمش ك ماسك ديال التبييض. اول حاجه كنحتاجو عندنا هنا، المهم انا نقرب لكم باش تشوفوا، عندنا هنايا الحمص مطحون. بنات الحمص مطحون كتاخذوه من عند العطار، كيكون عنده مطحون مقاد مصاوب، هو كيهز لك بالمعلقه وكيعبر لك، يعني ماشي تجيبيه الطحنيه ولا شي حاجه، لا وكتاخذيه من عنده مطحون وزوين. سيروا عند شي عطار اللي تكونوا كتيقوا به يعطيكم شي حاجه اللي مزيانه. وكذلك غادي نحتاجو هنا الرز مطحون، كذلك هنا غنحتاج الرز مطحون. بالنسبه للبنات هاد المكونات كاملين خديتهم من عند العطار، ما طحنت حتى شي حاجه بوحدي في الدار، كلشي كتلقاوه عند العطار مطحون ومقاد مصاوب وكلشي، غير جيبوه خلطوه اعتنيو بالوجه ديالكم. وبالنسبه هنا البنات المهم كيبانوا من نفس الالوان، يمكن واقيلا غير بالشعاع داكشي باش هنايا كاين الفول مطحون. بالنسبه للبنات يمكن انكم تزيدوا حتى العدس مطحون يكون مزيان مزيان، انا ما لقيتش العدس مطحون، درت الفول مطحون، حتى هو زوين بزاف بزاف للبشره ومنافع ديالو كثيره على البشره. هادشي كامل راهما نشويات، المهم
الروز راه نشويات، هاد الجوج بعدا القطنيه حتى هي كامله منافع وكامله نشويات وزوينين بزاف بزاف. بالنسبه لهاد ثلاثه المكونات البنات غادي نخلطهم كيف العاده بدانون مسوس. ضروري البنات دانون مسوس ماشي حلو، حيت الحلو ما كيداكش في الوصفات، ضروري انكم ديروا هاد المسوس. غادي نخلط معكم الوصفه، كندير جوج معالق ديال دقيق الحمص وجوج معالق ديال دقيق الارز، كذلك جوج معالق ديال دقيق الفول، كنخلطوهم بدانون مسوس كيف كتشوفوا القياس. انا راه درت تقريبا كامل، كتخلطوا بحال هكا ويولي عندكم الخليط بحال هكا، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عقد بزاف. بعد ما خلطنا الواس كيف كتشوفوا كيرجع لكم بحال هكا كريمي. البنات ما ديروش سائل بزاف باش ما يبقاش يقطر لكم. كيف ما شفتوا انا راه درت دانون، وعلى فكره انا راه درت هنا كونتيتي كبيره اللي غيديروا منها ثلاثه ديال الناس، انا وصاحبتي اختي اللي غنديروا من هذا الماسك. داكشي باش درت كميه كبيره، درت معلقه معلقه كبيره من الحاجه، يمكن لكم نتوما ديروا معلقه معلقه صغيره من الحاجه. كيف كتشوفوا على قبال دانون انا راه ما درتوش كامل، شوف شحال بقى، يعني بقى غير هذاك القاع التحتاني ديالو هو اللي بقى. يمكن انكم ديروا نتوما معلقه صغيره معلقه صغيره من الحاجه ومعلقه كبيره ديال الياغورت باش تحصلوا على هكا هاد الخليط الكريمي. المهم غادي دابا نطبقوا على وجهي. بالنسبه للبنات الا كان عندكم الموارد حتى هو يكون احسن، الصحراويات كيديروا فيه الموارد، انا حيت ما متوفرش عندي ما درتوش، ولكن هاد الخليط راه زوين واخا بلا موارد راه زوين. المهم تشوفوا معايا غادي نطبقوا على وجهي. شوفوا البنات شحال خلطت على وجهي كيف كتشوفوا. المهم حتى شحال نخليوه من دقيقه حتى ينشف، شي نص ساعه حتى ينشف. شوف المهم البنات خليوه في وجهكم حتى ينشف. المهم انا غنقول لكم من بعد منين نغسلو شحال، شي 20 دقيقه من 20 دقيقه حتى نص ساعه. المهم انا غنقول لكم الوقت بالضبط اللي نشف ليا فيه، انا غنخليه دابا ونرجع معكم من بعد. البنات بعد ما نشف ليا الماسك كيف كتشوفوا ما بقاش نهائيا، يعني نشف على البشره مزيان. كملاحظه البنات يمكن انكم ديروها لكاع المناطق اللي عندكم فيهم السواد، ماشي بالضروره يكون غير الوجه، كملوا العنق ديالكم، يديكم، رجليكم، هاد البلايط اللي هنايا، اي بلاصه بغيتوا ديروا فيها هاد الخليط بغيتوها تبيض لكم ديروا فيها هاد الخليط راه زوين. شوفوا انا غطلصت يديا. غنمشي دابا نغسل الماسك ونرجع معاكم. البنات راني غسلت الماسك كيف كتشوفوا من قرب عندكم، كيف كتشوفوا البشره كيفاش كتولي، يعني كتولي بشره طيبه وكتولي تبان بيضه بيضه بزاف بزاف. كنصحكم انكم تجربوا هذا الماسك حيت زوين بزاف بزاف بعينكم مغمضين. صراحه الماسك صحراوي ديال بصح زوين بزاف بزاف، جربوه. انا خليته مده ديال 20 دقيقه، 20 دقيقه صافي ونشف ليا. بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه وما ينشفش ليهم بزاف باغي يخليو 30 دقيقه، 30 دقيقه ديك الساعه عاد باش تغسلوه وتشوفوا الفرق الشاسع. صراحه عجبني الماسك بزاف بزاف. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى يكون خفيف على قلبكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذا الماسك حيت بصح زوين زوين بزاف. وبالنسبه للبنات اللي جربات ولقات النتائج زوينه اللي انا متاكده انكم غادي تلقاوها كيف ما لقيتها انا، غتلقاو نتوما النتائج الزوينه تقولوا لي في الكومونتيرات. ما تنساوش حبيباتي في لايك ديالكم، واللي اول مره تشوفني وتشوف قناتي دخلي مرحبا بك اشتركي فيها ومرحبا بك والف مرحبا بك. خليت لكم الراحه البنات، بالسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو مقبل، خليت لكم الراحه.